السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا محمد اللام يحييكم على الهواء مباشرة من قناة الوطنية، وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج جلسة عربية. ضيوف الليلة على التوالي الأستاذ الشيخ والحندي نقيب المحامين الموريتانيين، أهلا وسهلا بكم. الأستاذ أحمد سالم والمختار السالم نقيب الصحفيين الموريتانيين، اهلا وسهلا بكم. الدكتور محمد مصطفى والابراهيم رئيس الاتحاد العام للعمل والصحه في موريتانيا، نقيب اطباء الاسنان، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. الاستاذ عبيد السالم اديب، اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا. واخيرا وليس اخيرا الدكتوره صفيه متحبابه استاذه في المعهد العالي كبيره منتجي الاذاعه الموريتانيه، اهلا وسهلا بكم. طبعا موريتانيا اليوم مشغوله بالقمة العربية وكل العيون وكل الآلام باتجاه القمة. أستاذ الشيخ، لو سألتك كمحامي وكنقيب محامي، ما هي الرسالة الحقوقية التي تودون إيصالها للقمة العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدينا نشكر القناة الوطنية على الاهتمام بالقمة العربية وهذا المواكبة أحداثه، وأرحب كذلك بالضيوف الحاضرين معي لهذه الحلقة. ما يتعلق بالرسالة التي وجهها كقانوني للقمة العربية والنتائج التي أتوخى منها هي احترام حقوق الإنسان العربي. هي أن الحل الإنسان العربي ينعم كغيره في الدول الأخرى بالحقوق الأساسية، حقه في الحياة، حقه في التعلم، حقه في الصحة، حقه في المحاكمات العادلة، الحقوق، الحق في الانتخاب، الحق في التناوب على السلطة. لا لا لا. أنا الأوان في الحقيقة للمواطن العربي أن يحس أنه شريك في تسيير بلده. أنا الأوان أن المواطن العربي يحس أن هناك علاقة ما بين القمة والقاعدة، أن القمة وصلت إلى هذه القمة على أساس ثقة ممنوحة من طرف المواطن العادي، وأن هذه الثقة من أجل استمراريتها ومن أجل وجود هذه الثقة يجب أن يكون هناك برنامج، هذا البرنامج يجب أن هدفه الأساسي هو إسعاد المواطن الموريتاني. وبالتالي أنا أولا هذا ما أطلب من القمة العربية. وفيما يتعلق بالحقيقة بالحدث من نفسه في موريتانيا، حدث الحقيقة مهم يستحق منا كموريتانيين أنها في هذه المرحلة مهما كانت النواقص ومهما كانت نواقص الجامعة العربية، باعتبار أننا الآن نحن هم المسؤولين الأولى عن هذه القمة ونجاحها، أن نواكبها ونحاول ما استطعنا كلنا من مكانه ومن موقفه إنجاح هذا الحدث الهام، لأنه بالحقيقة حدث حول موريتانيا من مشارك في القمة العربية، مجرد مشارك هل له رأي يصله أم لا، إلى فاعل، إلى وجود اليوم القمة. هؤلاء الجماعة الذين سيحضرون هذه القمة من خبراء ومن سفراء، لا شك أن نظرتهم إلى موريتانيا ستتغير. كانوا يسمعون عن موريتانيا، اليوم ليس من رأى كما سمع. وبالتالي نحن نعتبر أن هذا إنجاز عظيم يستحق منا كامل كل الإشادة والاتحاد من أجل نجاحه بغض النظر عن اختلافاتنا السياسية، وطبقوا ما موروثنا المعروف عندنا إلي يمشي الخطار، أن خلافاتنا خلوها يمشوا عن الخطار. اليوم عندنا الخطار جايين، أهمنا عن الخطار يمشوا عنا راضين بأن الشعب ضياف وشعب كرم، ومن يفوز يمشوا خطار نراجع ذيك الساعة الخلافات وأمورنا الداخلية. أشكر. أنتقل لك أستاذ أحمد سالم فاسان نقيب الصحفيين. طبعا أنت كنقيب للصحفيين الموريتانيين، هل هناك أمل كما سميت القمة قمة الأمل تعلقونها على هذه القمة فيما يخص البعد الإعلامي في العالم العربي؟ وما هي هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. أود أن أشكر قناة الوطنية وأهنئها على مواكبة هذا الحدث
الضوء على الحدث البارز. وبالتالي أنا أعتقد على أن الرسالة التي يمكن أن نوجهها للزعماء العرب وهم يجتمعون في بلاد الشقيق هو على أنه كبت الحريات لا يؤدي إلى نتيجة. هذه تجربة عرضها العالم وبالنظر إلى نتائجها تأكد بما لا يزال الشك على أنها لا تعطي إلا عكس ما كان يراد منها أصلا، وبالتالي تعطي نتائج عكسية لأن الكبت لا يولد إلا ردة الفعل، وردة الفعل قد تكون قوية لا يمكن أن نتحكم بها. وبالتالي نعتذر على أن تحرير الطاقات لا يمكن إلا بمنح مزيد من الحرية، لكن هذه الحرية يجب أن نقول على أنها يمكن أن لا تطلق على هكذا على مصراعيها، هنالك ضوابط وهنالك أخلاقية. وأنا أعتقد على أنه من واجب العالم العربي والأمة العربية أن تعرف على أن البعد الإعلامي على أنه بعد أساسي، وبالتالي على أن الحرب الآن ليست بالدبابة ولا بالطائرة بقدر ما هي حرب إعلامية. وبالتالي نعرف أن هنالك العالم الآن بهذه المساحة وهذا العالم الافتراضي الآن مقسم بين وسيلتين إعلاميتين قويات، وبالتالي هي التي تسيطر عليه. وبالتالي الآلة الإعلامية استطاعت أن تحقق ما لم تستطع أن تحققه الآلة الحربية، وهذه تجربة معروفة. وبالتالي هنالك انقلابات حدثت عن طريق الإعلام، هنالك ثورات حدثت عن طريق الإعلام، هنالك شعوب مزقت عن طريق الإعلام، وبالتالي الحرب في الخليج لم تذهب إليها أمريكا إلا حينما سيطرت على الآلة الإعلامية. وقال الجنرالين الأمريكيين، جنرالات الأمريكية، على أنهم عندما لم يسيطروا على الآلة الإعلامية فإن الحرب ستكون فاشلة مهما استخدمت أمريكا من القوة الرابعة عندها، وندري أيضا القوة الرابعة عندها. لذلك تحكموا بالآلة الإعلامية قبل أن يذهبوا إلى الحرب، وبالتالي هذا شيء معروف الآن موجود. وبالتالي أوجه نداء حار وملح إلى القادة العرب أن يتفهموا على أن الحرية الإعلامية ستفيدهم أكثر من ما يفيدهم تقييدها. ونحن الآن في موريتانيا، طبعا موريتانيا لها تجربة في هذا المجال، وبالتالي أعتقد على أنها السنة الماضية دخلت نادي 50 دولة المتقدمة على مستوى ترتيب العالم في مجال الحريات، وبالتالي نعيش الآن الحريات. وبالتالي أعتقد على أن بما أن القمة منعقدة في مراكش يجب عليهم أن يستلهموا من التجربة الموريتانية وأن يقوموا نتائج تجربة تحريك الإعلام في موريتانيا وما أدت إليه من تطور في المجتمع، لكي يعرفوا أن الحرية لا تؤدي إلا إلى ما فيه الخير إلا ما فيه الصالح، وهذا أعتقد على أنه واضح. بخصوص الآمال المعقودة على القمة العربية، أنا أعتقد على أن هنالك 3 قرارات أساسية يجب أن تتمخض عنها قمة مرشوط حتى تكون على مستوى الآمال الذي عقده العرب على شناقطة وعلى موريتانيا وعلى قمة موريتانيا. القرار الأول هو قرار سياسي يتعلق بإرجاع القضية الفلسطينية إلى الواجهة، واعتبار على أن هذه القضية تكون عند العالم العربي هي القضية المركزية المحورية حتى تعود قضية فلسطين إلى ما عشناه نحن أطفالا التي كانت تجري في دمنا والتي تخلينا عنها. هنالك وروف صحفا عاشها العالم العربي، الربيع العربي والتمزق الداخلي قد يكون قد أثر على هذه القضية، لكن أنا أعتقد على أن الظروف الحالية يجب أن تعود القضية الفلسطينية هي القضية المركزية المحورية عند العالم العربي. المسألة الثانية هي قرار اقتصادي، أنا للعرب أن يشكلوا كتلة اقتصادية، الاقتصاد متنوع في العالم العربي ومتكامل. خليني أخلي هذه النقطة للمحور الثاني، نقطة الاقتصاد أعود إليك فيها نكتفي حتى نكتفي. طبعا أنتقل لك دكتور محمد مصطفى. دكتور، موريتانيا استحقت أو كسبت أو يعني خدمها الحظ حسب ما يقول أطراف تقول أطراف مختلفة، هل تعتقد أن من الناحية البنيوية وخاصة على المستوى الصحي نستحق هذه القمة، وما الذي ما هو رأيك فيه؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على النبي الكريم. لن أكون طبعا إلا
من الزملاء بتثمين هذه المبادرة وتثمين التغطية للقمة العربية من طرف هذه القناة، القناة الوطنية. وبخصوص القمة العربية بالنسبة لي أو بالنسبة لمختلف النخب الموريتانية أظهرت نوعا من الإجماع على الترحيب بها، بل إنما تعتبرها خطوة حقيقة طبيعية أن تكون موريتانيا في صدارة الفاعلين على الأقل في الساحة العربية لمال هذا الشعب ولمال هذا البلد من عمق عربي طبيعي. العرب حقيقة كلهم مطلعين عليه، وقد نقول من الناحية الثقافية موريتانيا مثالا في الساحة العربية بعناصرها وقواها الأدبية الفاعلة في مختلف الساحة العربية. بخصوص القمة، هذه القمة حقيقة نحن كنخب عربية، طبعا كل النخب العربية اليوم عيونها إلى نواكشوط، ننظر لها بالأهمية من مكان، لأن كل عربي يراهن على أن أي اجتماع للزعماء العرب يجب أن يكون تخرج عنه نتائج تدفع بقضايا العرب وبمعاناة العرب وبما يطمحون إليه العرب إلى الأمام، مثل ما أشار العمداء السابقين بخصوص الجانب الاقتصادي وبخصوص الجانب الاجتماعي وبخصوص الجانب الحقوقي، لأن الإنسان العربي يستحق أن يكون يعني يلقى كل ما يجب أن يلقاه نظراؤه في العالم من حرية وقضاياه أن تكون قضايا عادلة، وكذلك الطموح أن يكون هناك تكامل حقيقي بين هذه البلدان التي تشترك في أكثر من قاسم حتى تدفع بمشروعها الموحد، وذلك لن يكون إلا إذا كان الزعماء يمتلكون الشجاعة في اتخاذ تلك القرارات الواضحة. وقمة نواكشوط بالنسبة للجامعة العربية سموها قمة الأمل، والشعوب العربية تتمنى إن شاء الله أن تكون هذه التسمية ستتمخض على أثرها قرارات حقيقية جريئة، وخصوصا في ظل هذا الجو العربي المشحون بكثير من المعاناة. ونحن يعني حقيقة يعني القمة العربية الحالية تأتي في ظروف الواقع العربي يستدعي من زعماء العرب أن يكونوا بمستوى التحديات، وهذه القمة ينتظر منها الكثير في المجالات على الأقل الأساسية كالحرية التعبير وكالقضايا العادلة التي تخص الإنسان العربي، وكذلك التكامل الاقتصادي. الجانب الفني بالنسبة للفنيين، طبيعة الحال على الأقل أقول الأطباء الموريتانيين معظمهم الحمد لله تكون في الجامعات العربية، وقطعا أن التكامل من الناحية التبادل المعرفي شهد كثيرا، العوامل السابقة شهدت كثير من التكوين الأطر بمختلف الجامعات العربية. نحن كأطباء ننتظر كذلك من هذه القمة في المجال المعرفي والتكامل المعرفي والتكامل الفني أن تخرج بقرارات جريئة اتجاه التكوين المتبادل وتبادل الخبرات وتوحيد المناهج والبحوث، وخصوصا اتجاه التعريب يعني إظهار اللسان العربي على أنه قادر على أن يتناول الأمور العلمية وعلى أنه يتوحد البحث والمنهج العربي حتى نستطيع عن طريق لغتنا الأم نصل إلى هذه المعارف، وسنكون قطعا أكثر تمكنا من ناصيتها إذا بقينا نتفرج باللغات الأجنبية الأخرى. شكرا لك. أنتقل لك الأديب والشاعر عبيد. طبعا طالما حركت الشعور القومي قرائح شعراء كمان، ونحن بلد المليون شاعر، ولكن حتى الآن لازم صوت الأدبي خافت جدا. ما رأيكم بهذا الصورة؟ لماذا؟ شكرا. أنا شاكر قناة الوطنية على هذا الاهتمام، وشاكر الأخ محمد لأن سيرته دائما فيها نوع من الدقة ونوع من الوضوح ونوع من التأثير، لأن السؤال من جيد يجيب من الرقاشي. شكرا لك على الشيء. وأنا من متابعين برامج زينة عندي، يا غير كنت دائما نقول مرة بعدين نجي لين خلع من سيرته، لين خلع من سيرته، وخير لا الصحابي لين خلع حد من سيرته، لك هو الصحابي. أولا إحنا السؤال اللي قلت جيد، يا غير إحنا عندنا مشكلة عنا يالطن المجد
ذواتنا بالشعر بالأدب وبالكتابات، ويعطينا قيمة نعطيها لنفسنا، لأن هذه الحضارات القديمة ما قطوا سادوا ما هو بالتمجيد. ملحمة قلقامش للبابلية والإلياذة اليونانية وملحمة الشاهنامية الفارسية، كلهم تمجد أمجاد قيم وأخلاق هذا البلد اللي هي منه، وكلهم سادت بهذه النمى. احنا فترة من الزمن فعلا العالم العربي قاع تخلى عن الأدب وعن قيمه وأخلاقه، ونوع من يغير نوع فترة فترة مثلا ظاهرة صحية يغير الحمد لله في صحوة جديدة في الأدب، وراه هذا في الأدب بجميع أنواع، وموريتان ما هي معزل عن هذا، وموريتان دائما تعتز عروبتها ودائما تعتز بكرمها وضيافتها والمسائل القيم اللي جاي لنا العروبة. والشوارع شاهدين على ذلك، شارع فيصل بن عبد العزيز وشارع جمال عبد الناصر وشارع الحبيب بورقيب، ارتباط قوي جدا، والأدباء الكبار الموريتانيين الأوائل قالوا ياسم الشعر في تمجيد العروبة وتمجيد، وبما أن يعطنا تمجيد الذات اخترت الليلة أنا قبل النصوص التمجد التاريخ الأرض الموريتانية والأبطال الموريتانيين وذاك النوع، لأنه هو اللي نرجع له. إحنا عندنا قيم وعندنا أخلاق يحفظها التراث، يا غير تخلينا عنها نوع منها، وعندنا نبغى نعود ونقولوا لغة أخرى ونعدلوا رواية أخرى ونغيروه، وهذا بعد ما هو من الأدباء أنفسهم ومن الناس، ما هو من أحد آخر. إذا عنا إحنا من نخرسوا الأدب الموريتاني من الحق الارتباط فترة من الزمن، كان الشعر هو اللي سايد، لأن المحضرة كانت تعليمية وبالشعر ما كانت تبلغنا، والاستعمار اللي تجبر الاستعمار من طراد الاستعمار ذيك الفترة ما فيها الأغنى فيها الشعر، لأنه تعليمي، لأنه كان الفتوى الاستعمار يعطوه شيوخ المحاور وهم اللي يقولوا الشعر، وهم اللي وإن كانت فهم قاع رواية أخرى يقولوا عن جميع ياسر من الأدباء توفى ساب الاستعمار الكبار كيف يقير، فهم هم اللي عن الشعر الفصيح كان هو سيد الموقف، لأنه هو الفتوى عندهم ولا كان عندهم لا ضرك. يلطن نعرفه عن نحن مسؤولين عن تمجيد أبطال ذا المجتمع وقيم ذا المجتمع وتاريخه، يعني يتم يرتبط بماضيه بحاضر، ومن هذا نتخلص في عباقرة غريبين. وشبه شيء قطن قال فيه للناس اللي يقرأوا اللي مثلا مزدوجين، على سبيل المثال من نقول لك ولي القصري من تقبل غناه، تعرف عنه غناه حد كالحمد اللي يواد المرايف يقولك تنباد الله عليك بعاد الدهر اللي غلاك وخسرت حالة البلاد وعدت انت اللي جاك ما انت ذاك وعاد ما هو دهر غلاك كان ماني زاد سيدي محمد ذاك. هاي نظرية قريبة يترجمها هو كإنسان مثقف، وقلت للشيخ سيدي سدراي ترك سهل الحاجات، هاي ترجمة المسألة سدراي ترك سهل الحاجات اللي كان غرست ما تنسى اللي قالوا عنها طاحت ومشات غير رحمة العالي الكمل، ما طاحت سدراي خليت جدرها ورقها والله مين تخلص عن جدرها، جدرها طاحت كيف يعود جدرها واقف كيف يعود ظلها هو، يا غير خليت جدرها اللي هو أولاده هو والظل فايدتهم على الناس ورقها مثلا، عنه كانوا ناس عندهم قمة اللي قالوا الثقافة وترجموها، وكانوا فهم ناس أخرين ما يعرفوا الثقافة العربية غير إجبرت فيهم، غير دائما الناس اللي سيد محمد القصري وولاد بن محمد أحمد يورا من جميع هذا، كانوا فهم واحدين كانوا أمتن منهم ارتباط بالأرض وامتن تبيضين، هذا نقول وراني إذا متحمل مسؤوليته كيف الشخص سيد محمد الشيخ محمد الحميد كان من أبيضن الناس اللي قالت وقالوا عنه ذيك الساعة منين الكركار طلعت ذيك المشورة قال من مثل أطالي لهي دقدقو طلب المختار الزاد حنا نخلي له ذاك القلب عنه مرتبط به هو قلايب قبل تنبض غير يامس عند الكركار جاوا علينا خطار قالوا عن ابن حبار أهله نزلوا في قيب وعلم بها بكار وش حدها به الويل يتكلم تقابل وش حدها به الويل ولا حسيت بالأخبار اللي نعاد اللي وانا ما نلعب عبود لك انت علمت قبيل عنهم بقيل نعود قيلت قبيل قيل ومرتبط بالأرض ويبغي أرضه وقالوا عنه خلي أهله
خليها له بهدي لباط من النماذج زين زين زين. انتقل للاستاذ صفير. استاذ صفير، انا بالامس كانت معايا جماعه من زوار ميتن من الاعلاميين، وكانوا يبالغوا في مفاجاتهم المراه الموريتانيه والدور اللي تقوم به والمكانه اللي تحتلها. هاي الصوره هل تعتقدين انت كسيده وكاعلاميه وكاستاذه ان هذه الصوره حقيقيه، ام ان انها صوره مزيفه، ام انها تخفي خلف حقيقة ثانية؟ ما هي الصورة الحقيقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أولا شكري خاص لقناة الوطنية على هذه الاستضافة والجلسة العربية الجميلة، وترحيبي طبعا لزملائي وكل الموجودين معك، وشكرا لك بشكل خاص محمد. طبعا أولا أهني الموريتانيين وجميع أعضاء الوطن باستقبالهم لهذه القمة، واهلا وسهلا بجميع ضيوف موريتانيا، وان شاء الله نتمنى ان تكون القمه ناجحه، مع اني انا من المتفائلين واظن انها ستكون ناجحه ان شاء الله، وستفاجئ ممكن ان تفاجئ ان شاء الله العالم بطرح ملفات وقرارات او نقاش اشياء ممكن ان تكون لم تناقش قبل. اما بالنسبه لسؤالك بالنسبه للمراه الموريتانيه، المراه الموريتانيه عندما يكون اي احد في موريتانيا خاصه النساء العربيه في موريتانيا يجدون عن أن ما عليه المرأة الموريتانية من حياة اجتماعية واختلاف نوعية الحياة معهم، مثلاً ما طريقة لوضعية المرأة الموريتانية في الأسرة وضعية قريبة على المجتمع العربي أو غير موجودة نهائياً، فهي نوع من ما يسمى مثلاً بإمارة المرأة الموريتانية في بيتها، أو حتى هي سيدة في مجتمعها إلى درجة كبيرة مثلاً كعادات عندهم كتقاليد وكأسلوب معاملة رائعة وفيها نوع من الاحترام خاص من الرجل. هذا بشكل عام بالعادات تتفاجئ كثير من الدول العربية بهذه العادة، أو أن المرأة مثلا أقرب أن تطلق من أن تقال لها كلمة مثلا غير لائقة، فتتفاجئ دائما الضيوف في وضعية المرأة السياسية، في وضعية المرأة في حضورها سواء في المجال السياسي سواء في الاجتماع، سواء على مستوى اختيار طريقة حرية المرأة الموريتانية أو طريقة التعامل به في مجتمعها إذا نوافت إلى المجتمع الآخر. وأنا مثلا في زيارات كثيرة تختلف تماما تعطي أو تصف ما تبحث عنه المرأة العربية، وهو موجود في موريتانيا إذا حافظت عليه المرأة الموريتانية هو ما تبحث عنه المرأة العربية دي. أن تكون هناك نوع من الحرية الفكرية، وهناك نوع من حرية الرأي بدون تقييد، لا تقييد من الأهل ولا من الزوج ولا من المجتمع بشكل عام. المرأة يستقبلها المجتمع الموريتاني بالطريقة اللي توضع بها نفسها، مثلا إذا كانت مرأة مثقفة لو سمحتي صغير رفع صوتك شوي المخرج يقول لي. اي والله. اذا معناها ان الوضعيه الموجوده عليها المراه الموريتانيه في البلد هي التي جعلت كل ما يجرون احد خاصه النساء العربيات ونتعامل معهم او نشتري معهم او يرون حضور المراه الموريتانيه. مثلا المراه الموريتانيه في الاعلام وصلت مرحله من الحضور لا توجد في الدول العربيه التي سبقتنا في الاعلام وتطورت اكثر من هذه الاعلام. المراه الموريتانيه موجوده الحمد لله تديرها في السياسة ورأيها السياسي وحركتها في السياسة، سواء بالأحزاب سواء بالنشاط السياسي سواء حتى على المقعد الإداري. عندي دائما عندي تحفظ ما زال فيه نقص، خاصة يسمى بتطوير تمييز اللي يوجد عند المرأة حاليا. طبعا أنا أؤيد المرأة الموريتانية وصلت لمرحلة رائعة، وخاصة بالمقارنة مع سيدات في المجتمعات العربية الأخرى، لكن ما زال يوجد نقص. فطريقة أو الأسلوب الموجود عند المرأة حاليا في المجتمع الأمريكي هو اللي يترك هذه الملاحظة عند الكثير من النساء العربيات وحتى النساء الأجنبيات، مثلا يرون نوع من التحرر وبدون الحمد لله خروج عن العادات والتقاليد. مثلا المرأة الموريتانية تطورت إلى درجة وهي بزيها الحمد لله المتقين وبعاداتها وبتقاليدها وبأسلوبها وبحسانية وبجدتها الكفية، ولكن فعلا على المستوى المطلوب اليوم للمرأة العربية أو يجب أن تكون عليه المرأة الموريتانية متطورة إلى أقصى حد حتى من ناحية التقاليد، حتى إذا ربطناها بالقمة حاليا في موريتانيا، المرأة لها نشاط كثير حاليا في القمة، سواء على المستوى التنظيم، سواء على المستوى الإعلام، سواء على المستوى السياسي، سواء في المكاتب، وهم نشط ليل نهار، كانت المرأة اليوم مكلفة بإنشاء حتى ولو كان أبسط شيء في استديو لأحد مؤسسات إعلامية، جهة مواظبة على تقرير يوميا ومواظبة على الأسلوب والكلمات والطريقة وتحاول تعبر بشكل جيد. نفس الشيء مثل المرأة السياسية، مثلا تحاول أن تكون سياسي،
حسيتني مشاركاتها في المعاملة مع الساحة العامة في جبال على بشكل أجمل أن هناك المساواة للمرأة في وجودها والكلام. صغيرة صحتي يشتكون من الصوت المنخفض. معلش تكلم ارفع صوتك. الميكروفون ارفع صوتك. يعني داخله معنى هذا بالنسبه للملاحظه اللي اعطيتها انا شخصيا ان هي اول مره نسمعها. حتى اللي سمعتها وانا خارج من الكون دائما هناك سؤال مطروح على انك نساء وملكانيات انه منين جاي الميكروفون يصير بالرقم معكم تعتبروا مجتمع بدوي واصيل ومستقبل صحراوي. هذا الموضوع التفكير واخذ مكان بالتنظيم سواء بالسياسه سواء في اي مكان من ضغطه يعني برغم وين يجي حد يجبر مجتمع شيئا ما مقلق او شيئا ما مثلا له اجتماعيات معينه. فبالنسبه لي انا ماني متفاجئه في الموضوع. شكرا لك. بارك الله. اعود لك السيد الشيخ سيدنا قيم وطلعوا هنا مدرن تكلمي عن ترتيب ملفات القمة، ما هي تعتقد من الأولوية اليوم في القمة العربية قد تكون لا يجب أن تكون لماذا؟ لأن هناك مشاكل على مستوى الحقوقي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأمني وعلى وعلى. أنا أعتبر أن النقطة الأولى في القمة العربية وكل الاجتماعات العربية هي قضية المحورية هي قضية فلسطين. أنا أنتظر في الحقيقة كما أشار اللقيب أن قضية فلسطينية للأسف في الفترة الأخيرة نلاحظ فيها في الحقيقة نسيان كبير، نسيان على مستوى الشارع وعلى مستوى كذلك القيادة. ذلك جاء بسبب أن كانت لدينا مأساة واحدة هي مأساة فلسطين، ولكن يا للأسف أصبحت عندنا مأساة سوريا، مأساة اليمن، مأساة ليبيا، مأساة تعددت المآسي بالدرجة التي جعلتنا ننسى قضيتنا المحورية. وبالتالي نحن بحاجة اليوم أن نسوي قضية فلسطين وترجع إلى مكانتها، وفي نفس الوقت كذلك نحاول أن هذه الدول التي تعاني من هذه المشاكل أن القمة العربية تبحث عن حلول لوضعيتها. ليبيا اليوم في الحقيقة وضعيتها صعبة جدا. القتال والميليشيات ولحد الساعة مقسمة إلى جهات. اليمن كذلك إرجاع الشرعية فيها. سوريا الحرب لا زالت قائمة فيها. هذه مشاكل في الحقيقة تحتاج من القمة العربية أن تأخذ قضية فلسطين كقضية أولى قضية محورية وأن الاستيطان متواصل والقرارات الشعب الفلسطيني إلى حد الساعة لا زال يعاني الخارج، السجون مليانة حتى من القصة، ومع ذلك يتم الكلام عن حقوق الإنسان وأن العالم اليوم يذهب إلى حقوق الإنسان في نفس الوقت الشعب الفلسطيني لا زال يعاني هذه المعاناة. كذلك نعاني كذلك اليوم من وضعية صعبة جدا هو الهجرة. هذا التدفق اليوم من الدول العربية للهجرة الأوروبية، الموت يوميا، نحن الموت يوميا. هذه قضية في الحقيقة يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. نحن كمسلمين لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلم كالمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هل نحن اليوم في الحقيقة كل واحد منا إذا رأى ما يجري اليوم لأخيه العربي يحز ذلك في نفسه؟ وبالتالي نحن نطلب من القمة العربية أن تحل محل المواطن العربي في قضية فلسطين وقضية مآسي المواطن العربي في الدول التي تعاني من الحرب. هذه أولويات يجب أن تناقش، ونعتبر أن قمة الأمل إذا أن الأمل كبير هو أن هذه القضايا الكبرى أن ترجع تسوى مشاكل الدول التي تعاني من مشاكل، وأن قضية فلسطين أنها ترجع إلى قضية محورية، خصوصا أن الدولة الفلسطينية أخيرا صادقت على الاتفاقيات التي تسمح لها بمتابعة أرجونات من الإسرائيليين. وبالتالي أنا أنتظر من القمة تعيين خبراء قانونيين في القانون الدولي
لمتابعة المجرمين الصهاينة أمام المحاكم الدولية. فهذا سيفتح الباب لهذه المتابعات، وهذه المتابعات إذا تمت ستشكل حرجا كبيرا للدول التي تساند إسرائيل، لأنها لا يمكن أن تأخذ موقفين ضد التام. إذا كانت الحقوق تتعلق بفلسطين لا، هذه ليست حقوق، وإذا كانت تتعلق بالآخرين هي حقوق. أما إذا وجد رجال قانون يطرحون هذه القضية أمام المحاكم الدولية فهنا القضية ستأخذ مجرى آخر. وبالتالي نحن ننتظر من القمة العربية أن القضية الفلسطينية ترجع للمحور. وبهذه المناسبة فإنني بالحقيقة أهني نفسي وأهني الشعب الموريتاني على القيمة الرمزية الأساسية التي الأجيال القادمة ستراها في شوارع نواكشوط، وهو وجود شارع يسمى شارع القدس. هذا 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 مهم جدا، أن وجود اليوم بمناسبة القمة شارع يسمى بشارع القدس لا شك أنه سيربط الأجيال القادمة ويدل على حضور القضية الفلسطينية التي حاضرة في الشعر وحاضرة في الأدب الحساني وحاضرة في كل شيء، لكن حضورها اليوم كشارع موجود في العاصمة سيبقى ثابتا للأجيال القادمة، وهذا في الحقيقة سيذكره التاريخ فيما بعد لمن قام بهذا الإجراء. وأنا في الحقيقة من هذا المنبر كان قبل هذا الوطني محامي مدافع عن حقوق الإنسان ومدافع عن القضية الفلسطينية قضية المحورية، فإني نهني في الحقيقة الشعب الموريتاني على هذا القرار. شكرا لك نقيب شيخ الحبيب. ننتقل للنقيب أحمد سالم. نقيب أحمد سالم، موريتانيا لها أبعاد متعددة، بعد عربي بعد إفريقي، يعني أبعاد مختلفة ومتنوعة حسب تنوع موريتانيا نفسها. هل تعتقد مثلا أن اليوم خرجنا من التفكير اللي كان يجعل هذه الأبعاد دائما متصادمة فيما بينها؟ هل يمكن أن تكون هذه الأبعاد مكملة لبعضها وأن تستفيد موريتانيا من كاملة من كل بعد بطريقة متوحدة يعني فيها؟ مثلا بعدنا العربي اليوم نستضيف القمة العربية، غدا قد نستضيف قمة إفريقية، ونحن كشعب رجع كانت عندنا رئاسة السنة الماضية كانت عندنا رئاسة على اختلاف انتماءاتنا، ما كانت افريقية او عربية او افريقية عربية او انا اعتقد على ان موريتانيا خصوصيتها في الامور اللي تقدر تسوق موريتانيا ركب الملف له نسبتين اساسية. واحدة تتعلق بلقابة الشعرية لان ارض المليون شاعر، وبالتالي حافظت على اللغة العربية بنقائها موجوده في الوقت اللي كان العالم العربي فيه يشهد ضعف كبير على مستوى الشعر ومستوى اللغه. كان هون ابن رازق محمد محمدي يعارضون الشماخ الضرار وفقود الشعراء الجاهلين، وبالتالي حافظ هي على رونق اللغه العربيه واصالتها وجزالتها. ظروف صعبه قويه، ظروف صعبه كان يشهد فيها الغرب العربي والمشرق العربي كان يشهد فيها انحطاط كبير. صحيح. فتره الانحطاط، وهذا شيء معروف بالتاريخ. بالتالي هذا عندنا نسوقوهم بدون سوق. المسألة الثانية اللي بدون سوقها في القمة العربية هو مميزاتنا الجغرافية، وبالتالي نحن بوابة للعالم العربي على إفريقيا، يقال شكله أيضا جسر الإفريقية على العالم العربي، وهذا يمكننا لأنه نقدر نلعب دور مهم وأساسي ومكمل. بالتالي هو اللي يعطي سر قوة دبلوماسيتنا. من أسرار قوة الدبلوماسية الموريتانية هذه الخصوصية، تنوعها الثقافي وموقعها الجغرافي اللي يجعلها عندها يد في غرب افريقيا وهي جزء من العالم العربي وحارسة بوابة العالم العربي. وبالتالي اللي نقول القضية الفلسطينية اللي قلنا فيها وارتو اللي طالبوا بعد انها تعود بقرار نواكشوط، وهذا عندها اكثر من امور ينعروا عليها فيه. هو اولا اعلن الدبلوماسية الموريتانية في السبعينات كانت هي اللي جرت دول افريقيا كاملين على يقبلوا قطع العلاقات مع اسرائيل. هذه الدبلوماسية الموريتانية. صح. ثانية عندنا جرافات، اللي الصورة اللي ما زالت في ذهن الموريتاني جرافات قايلة منها تجرف لمقر السفارة الإسرائيلية في نواكشوط. إذا عندنا ياسر المشين بدل ما كانت الجرافات هي تجرف في البيت العربي. ثانيا الشعب الموريتاني كان القضية الفلسطينية حاضرة عنده وفي عروقه
بوادي حتى في عمق البادية القضية الفلسطينية كانت حاضرة، وبالتالي أعتقد على أن الميلات واللي تجعلها تجعلنا على أن القضية الفلسطينية اليوم يا الله موريتانيا تفرضها كقضية مركزية، ويا الله تفرض على أنها فعلا فلسطين في قلوبنا يقال نوخرها من قلوبنا شو رؤوسنا تؤدي لها القضية المركزية هي القضية المحورية، واستنادا للقانون القادر كان نقيب المحامي فيها أشفر قليل الجانب القانوني، وأنا أعتقد على أن هذا البعد العربي الإفريقي اللي موريتاني والتنوع الثقافي هو من الأمور والمؤهلات الأساسية اللي واسع دبلوماسية ناجحة، وهو اللي من الأمور اللي قد سوى قرار وقد تلعب عليه، وبالتالي لا يمكن أن نصفه كما يصفه بعض الأحلوله لأنها لعنة الجغرافيا، هذه امتيازات الجغرافيا بل محمدة الجغرافيا، هو علمنا جزء من العالم العربي وجزء من العالم الإفريقي وعندنا صولة وجولة في الدبلوماسية في هذه المجالات حتى نكمل قضية الأمل المعقول. إحنا أخوتنا العرب كبروا فينا الكرش ودار علينا رواية كبيرة لأنهم العالم العربي يعرف متمزق الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي، الحروب اللي في اليمن العراق سوريا الآن لبنان كل هذا العالم العربي يشهد تمزق كبير، وبالتالي يني قعدوا العرب يقولون قمت نواب شوط علينا داروا قمت الأمل معناها أنهم كبروا فينا الكرش طرحوا علينا عار كبير، وبالتالي يجب على أن نحرص على أن قرارات نواكشوط على أنها تعود تعيد الأمل إلى الأمة العربية. تنقية الأجواء والمصالحة العربية قد تبدو صعبة جدا، يقدر كي قلت لك عنده ثلاث مسائل، قضية الفلسطينية لا يتخطاها لأنه يجي القرار وخارق اقتصادي، لأن احنا عندنا النمور الآسيوية وأخضر، عندنا الاتحاد الأوروبي بشكل كتلة قوية، عندنا الرأسمالية في أمريكا بشكل، وبالتالي العالم العربي عنده من المؤهلات المادية وعنده المؤهلات الاقتصادية المتكاملة اللي لين يتوحد ويخرج بقرار إزالة الحدود الجمركية والتبادل بين وقراراته كيف لأنه لا يعود قوة اقتصادية قوية. المسألة الثانية هو مجال محاربة الأمن والاستقرار، وبالتالي لابد من العرب يأخذوا بقوة ردع عربية موجودة. ما معناها على الدول العرب كانوا يشاركوا فيها يقدر يشاركوا فيها من تتوفر فيهم إحدى الميزتين، إما الاقتصاد المحمل القوة الاقتصادية والمالية اللي موجودة، وإما التجربة الميدانية للجيش الجيوش اللي عندها تجربة في الميدان محاربة الإرهاب والحروب. وبالتالي أعتقد على أن هذه الدول قد تعدل قوة ردع عربية موجودة، هاي قوة الردع العربية قد تعود عندها وزن كبير في فرض الاستقرار في العالم محاربة الإرهاب ومحاربة الجريمة والجرائم العابرة للحدود. أنتقل إلى الدكتور محمد مصطفى. دكتور محمد مصطفى، قد يقول قائل مثلا إن هذه القمة قد تكون تشريف لموريتانيا في الشكل ولكن في المضمون هل تتوقع أن يكمل المضمون الشكل؟ فعلا أنا أرى أن القمة العربية الحالية قمة حقيقة يراهن على مضمونها، إنما بالنسبة لي الشكل أعتبر أنه شيء طبيعي جدا، قمة عربية والعقيدة في دولة عربية، لكن مثل ما أشار الزملاء ما يراهن عليه في هذه القمة هو أن تكون هناك قرارات جريئة وشجاعة تأخذ الواقع العربي بحسبان وتخرج ببعض ما يلبي مما يجول في خواطري على الأقل نقول النخب العربية، لم نقول يعني رفع المعاناة وعوامل التفرقة أو البؤس الذي يعيشه الإنسان العربي اليوم الذي حقيقة جال كل المحيطات ويلاحظ مدى الهجرة التي يشهدها الوطن العربي إلى أوروبا وغيرها. نراهن على هذه القمة من حيث المخرج من حيث المضمون، وشخصيا أمل ومؤمن بشكل كبير جدا أن هذه القمة ستكون تختلف على الأقل عن سابقاتها، وإن كانت هناك بعض القمم التي خرجت بقرارات جريئة، إلا أن هذه القمة أنا أرى أنها ستكون من أجرى القمم أو من أكثر القمم شجاعة في تناول القضايا العربية، وستكون المضامين والمحاور التي تقدم في هذه القمة محاور أساسية وعملية يمكن أن تخرج بتوصيات وبقرارات تدفع بالواقع العربي إلى الأحسن، خصوصا محاولة التكامل العربي بشكل على الأقل نقول المتاح الوجه الاقتصادي على الأقل أو يعني تبادل المنافع، إذا كانت سياسة سيطرة المنافع هي المسيطرة اليوم في العالم على الأقل نقول حاري العربي أن يكاملوا أو يستفيدوا
من قدراتهم ومقدراتهم المتنوعة التي لو أحسن تسييرها يمكن أن ترفع من معاناة الإنسان العربي الذي يلاحظ في واقع حقيقة قطعا مؤلم لكل عربي أن يرى أخاه في الدين وفي العروبة يعني يعاني حتى في قوت يومه، حتى في 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 أمنه، في 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 صحته، في تعليمه، يعني قضايا تجاوزها العالم. ونحن كعرب للأسف أصبح لازلنا نترنى ونعيش حقيقة واقعا صعيبا جدا. نأمل من هذه القمة ومتأكدين أنها ستكون قمة بمستوى الأمل المعقود عليها، أنها ستخرج بقرارات هامة وأساسا القرارات التي يمكن أن تدفع واقع الإنسان العربي إلى الأفضل وتخرج على الأقل من هذه المعاناة، وخصوصا في جانبها الأمن، لأن الواقع العربي اليوم مؤلم. يعني مثل ما أشار الأخ نقيب المحامين، وهذا شيء معلوم لدى كل بيت عربي اليوم يتفرج على التلفزيون، تكاد تكون يعني غير مرتاح لمتابعة التلفزيون اليوم لكثرة ما ستتألمه من معاناة لأشقاء لك وإخوان لك. يعني معاناة أصبحت يعني بلغت درجة، بلغت سيل الزباء كما يقال. وفي هذه القمة نأمل إن شاء الله تخفف علينا على الأقل وفي بيوتنا، حتى أن الموت، موت العربي أصبحت مسألة يعني مستباحة أو عادي، حتى أطفالنا، حتى يعني واقع، يعني واقع مرير يعني يعيشه الإنسان العربي. حان للزعماء العرب يعني أن يرفعوا الصوت عاليا أن للبيت رب سيحميه، وأن الواقع واقع مغاير وستكون قمة نواكشوط. نأمل إن شاء الله أن تكون قمة نواكشوط بداية لهذا التحول الذي يعني حقيقة لا بد أن يعني، ولسنا متشائمين، لأن الأمة باصطفاء عامة تمر بكثير من المحن، وتمر بكثير من الامتحانات، وتمر بكثير من المعاناة، ومع هذا دائما يعني ينبعث يعني أمل جديد. وهذه إن شاء الله قمة الأمل التي نأمل أن تكون بداية هذا الأمل الذي ننتظره جميعا. وقطعا أنا أثمن يعني سواء كان جانب التحضيرات التي قامت به الدولة الموريتانية، والتي قطعا عبرت من خلاله، وكل الشعب الموريتاني انسجم في التعبير عن ذلك، عن يعني نوع من الفرح ونوع من التفاعل لدى كافة القوى، وحتى بسطاء الشعب يعني الذين لا يعرفون عمق القضية مع هذا هم متفاعلين بحكم يعني الحس الداخلي لدى الإنسان الموريتاني اتجاه قضايا أمته الإسلامية والعربية. مطمئن أن الجانب الحكومي أو جانب الدولة، وكذلك تناغم الشعب مع الدولة بكافة قواها المعارضة والموالية والقوى الحقوقية، كل الناس اليوم في موريتانيا مجمعين على أن هذه القمة يجب أن نحرص جميعا على أنها تكون قمة ناجحة، وأن ننسجم معها بالشكل ليناسب كمستقبل ضيوف، خصوصا أن هؤلاء ضيوف من نوع خاص، ضيوف أشقاء. وكذلك مستوى يعني الأمل الذي عقدته عليه الجامعة العربية من خلال جلساتها وما تابعناه يعني في كافة المحاور والأمور اللي على الأقل ظهرت في الإعلام، أن هناك اهتماما بالغا من لدى الأشقاء العرب. ونحن في موريتانيا قطعا يعني طبيعة الحال نأمل إن شاء الله أن هذا التفاعل وهذا الجو أنه يخرج، أن لا يكون فقط تفاعل شكلي، وأن يكون يعني نرجع إلى سؤالك، هو مضمون في حد ذاته، وأن تخرج هناك تكون قرارات جريئة حقيقة، على الأقل إن لم تأتي بالحلول على الأقل تشخص الواقع، ويكون بيان نواكشوط بيان بمضمون واضح أن العرب استيقظوا من سباتهم، وهم اليوم من نواكشوط من أقصى يعني منطقة عربية على المحيط الأطلسي، أنهم انتبهوا لحالهم، ومن هنا ستبدأ مسيرة الإصلاح في الوطن العربي والتكامل الاقتصادي والتغيير من واقع الإنسان العربي والواقع العربي اللي حقيقة الحديث عنه ذو شجون. طب شكرا لك دكتور مصطفى. أنتقل إلى الشاعر عبيد. شاعر عبيد، طبعا رؤساء موريتانيا على اختلاف الفترات اللي تولوا فيها الحكم ومارسوا فيها تلقوا الكثير من المدح والإشادة والقصائد والتهديد، لكن هذا النظام اللي جاب القمة قد يكون نظام أقل متحا. شنو السبب؟ هذا واضح. السبب نجاوب على السؤال خارج مسلم، بس كنت فاكرتي قالها عقيب محمد سهمت عندي قضيتك. انت قبيل ذكرت قضيتك قبيل الشارع في القدس.
أراني داعي أنا من المنبر، أصحاب عندي معروفين بالبكاء على الطلل في المدينة، ما يعرف بكاء على الطلال معروف في البوادية، غيرهم متخصصين بكاء على الطلل في المدينة، وهما عبد القائل، هما عبد القائل بقين والمبروك، ورايد أمير القوافي بارك الله وجده، وبننا ولعبد القادر. هذه الجماعة معروفة بالغناء على أماكن المقصود تسكنهم، هذا أراني داعيهم يخلدوا هذا الشارع، هذا الشارع مهم لأنه رمزه، ونختير ما اللي نقول عنه يطمئنوا الناس على أخبار القمة، هالموريتان هالغيرة وحمال وزين عندهم وفخورين، وضرب واحدين في المدن كاملين زين عندهم القمة وبالغتهم، وبالغتنا كاملين به اللي ما قد خلقت، وزين عندهم كامل يسوى مختلف أطيافه، كلهم متوافق عنه زين عنده نواكشوط ينطلق منها هذا هذه القمة اللي قد كبرها لأول مرة. سؤالك هذا مهم، والناس كانوا الأدب من يرتبط بالشخص يموت، من يمشي ذاك الشخص، غير من يرتبط بمسألة كيف عظمة الدولة هذا يعود عنده استمرارية. وفهموا الناس الأولين عن الخلود ما هو بالعمر، بالعمل وعادوا يعدوا ذاك يقر هالموريتان طبيعتهم عنهم، كل حد جمع الرؤساء يخرصوا طريقته يلين يعرفوا يجوها منها، وربما يعود الطريقة اللي هذا النظام ما تعرفوا طريقته اللي يجاه منها ولا لاكول بهم. وهذه بعد نحسب هنا شكرا لأنهم كان سهل اختراق أي نظام ويجوا بذاك يدوروا ويتموا يغنوا ويعدلوا الكرز وهذا، وهذا النظام أنا ظاهر لي عنهم ما فتبروا الطريقة، لأنه بعد ما انطلق في العمل وهم يلودوا لا الطريقة غير ما هم يجبرهم عدل، هذا هو اللي ظاهر لي في هذا. ونختار نقول عن ذلك انت قبيل تمجيد الابطال، هم طلعوا في تمجيد ابطال المقاومه، نختار بعض نحكيها وهي بصفه عن المجتمع اللي هون اولاد ذوك الرجال ذوكم عفاكم، يترك تبكار والسويد احمد شر العار، وتركت سيدي احمد عفاكم، يترك تبكار والسويد احمد شر العار، وتركت سيد احمد ميرا طار سلطان الزنف وتسعميت، واحمد ذاك الكسر والاظهار لعدم الشر به الكيد، بين منهم كالت تعمار وبين منهم مكلود بليد، وما العينين الشيخ اللي ينزار بل النص وبل التجويد، ذاك اللي جاهد وابن دار للهجرة عادت بل مسيد، الشرفة وزواية الأنصار بل الفتح وبل التجديد، وتركت عبدوك بل الحمار لعدو في العين، بل الحمار العين في العدو وتمرميد، ويتركت جاقي لي حمار خيام كوارنا بل كريد العهد وحقرة الاستعمار وزين المشيخة والتلميذ، وعفاكم يا شرف الكبار، تركت سيدي ذاك الشهيد جاهد بالقشمة والوروار والسيف وجاهد بالتوحيد، وتركت سيدي علي عفاكم في الفتنة مسكون قفاكم، وتركت ميارة مزاكم كل نهار ورا نهار يزيد، وطامع في بلدكم لاجاكم يفرق بين النار والحديد، وعفاكم يا أولاد الدقية يلي ما يخلعكم تهديد، يلي بو عام وبو مية متقادمكم في تصنديد. وفيه احنا وطننا الكبير بنيناه بالوحدة وافكار القادة، ورأينا بين التراب واسمه السيادة والسعادة. ونختم يا سلام كلام جميل. طبعا أعود لك دكتورة صفية، نواصل طبعا مع القمة العربية اللي بعد من المرأة كافي من المرأة جيب ليش ما من المرأة 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 والله مثل ما قال نقيب ك الشيخ خالد قطبي الله يرضى الله يرضى كإعلامية ومراقبة الساحة، هل فعلا إطلاق قمة الأمل على القمة العربية كان موضوعي أم أن الظروف لا تسمح حتى بالأمل من المال؟ لا بالعكس تسمح بالأمل، لقى عكبة الأمل بموريتانيا بدان عود أتلاهم عود القضى في القيام الدوائي قدام ينسي المشي الأمل اللي عم طوروه وضع بيكم بشعر الأمل في المال العربية جميلة جدا من القوة كاملة
أنا أعتقد أن تسميته أنت أن ستقوم بنجاحه بإذن الله يعافي بهجة والسرور عند المهتمين وعمر يكون مهتمين كامل يسوي منه ما هم حقه غير نفسي يسوي غير هم عن داعش تماعها العالم داعش سير مهتمين حلول يعني طبعاً يجي عندهم مثلاً حتى الشعب البسيط بسياسة لما دولت هو حد السلاع المزيد وضع على الأقل هاي الدماء التسليم بدون تبصر حد من الملكة يجد عليه قمة حلها الملكة حد عقاب يسوي مباقب في الملكة بالنسبة لقمة الملكة مع شخصية بالأشخاص اللي أعتقد أن ستكون كما ناجحة وتسميتها بالامل تعطينا الامل. اريد منك فقط ان تذكري النقاط اللي تعلق انت عليها امل في القمه واحده واحده. والله شوف انا بالنسبه لي يا ريت القمه تطرح احد الملفات انا اسمي الملف تطرح القمه العربيه. هاي دائما مطروحه القضايا العربيه من ناحيه الاقتصاد ومن ناحيه السياسه هناك اختيار ملفات لكن هناك قضايا تكون مطروحه على الساحه. ونحن حالاً نصددها يجي اختيار قمة الأمل إن شاء الله تطرح قضايا في مثلاً تطرح قضية فلسطينية بأشكال جديدة مثل هذا الملف القانون طرح كاحتمال والله طرح مثلاً نوع من الاقتراحات طرح الشيخ ما قطعت خالق أنا عند هناك نوع من القضاء العربي اللي ينطرح ولو كل نقاش لأنه يعطي الأمل هو نقاش المسائل في ما قطعت تعطي أمل مثلاً معناه أنه يجب أن تطرح من ذلك القضية القانونية وتكون هناك نوع من لجنة قانونية معينة تابعة للقمة العربية وتابعة للجامعة العربية تبحث في قضايا قانونية تعني الفلسطينيين سواء في قتل عشوائي مثلاً أو في قضايا فلسطينية ما أكثرها يجب متابعتها قانونياً من خلال مثلاً أخطاء تقوم بها مثلاً الجيش الصهيوني ياسر وكبيرة جداً ونحن كامل حتى كأشخاص بسطاء نتمنى وعنهم تتابع قانونية هذا ملف جديد حل دائماً قضايا العربية المطروحة حالي وخاصة ما يسمى بالنزيف الدماء الموجود اليوم في العرب اللي أصبح حتى أصبحت حتى الدول الغربية تطرحه كعار مثلا أو كنقطة مثلا نستحي منها كعرب يعني وصلنا مرحلة حتى الدماء العربية مثل ما ذكر الدكتور أصبحت مثلا شيء عادي إذا سمعت اليوم أن ماتت 40 عراقي لا تتحرك من مكانه لا تنسى أننا كنا في الثمانينات إحدى الأجنبيات وصفت قالت الموضوع قتلوا ابني كما لو كان عربيا سبحان الله كما لو كان عربي يعني رخص مسألة عادية رخصنا يعني لا شوف محمد حتى أعطيها بالعدد أنا أذكر فترة ثمانينات التسعينيات إحنا كنا ما نكبر يقال عدد القتلى يهزك كبشر يهز الإرهاب يهز التلفزيونات تبعت الناس تخرصوا وعدة صعب من البشرية مات منها عدد معين 10-15 في مثلاً وكانت أكثر شيء تكون من فلسطين وكانت دائماً اللي يجرحون التي يؤلمونها دائماً داخلياً اليوم أصبحت أسمع العراق تجير كرابة 200 شخص جروح خطيرة وهذا عادي أول كلمة ستقولها العراق دائماً في انفجارات عودونا على الدماء وعودونا على الدماء العربية ليست مثلاً بدماء تزعج العالم وهذا خطير وصعب جداً يجب أن تناقش ثم ليس أن هناك الربيع العربي وهناك حرب في اليمن أو أن هناك مثلا حرب في العراق لا نناقش أهمية الشعوب العربية وأهمية الدماء العربية يجب أن يطرح ملف اللاجئين العرب في قمة المنصورة هذا ملف مهم اللاجئين اليوم العرب وخاصة العراقيين والسوريين في بعض الدول الأوروبية على حافة حدودها أو حافة أنهارها تعيش في الشوارع ويبنون خياما تحت الجسور يجب أن نناقش هذا الملف ويناقش بشتار وبقوة وبقرار وبنقاش صار هناك نقاط أساسية يجب أن تناقش في قمتنا وأنا متأكد أن قمة المنصورة ستفاجئ العالم بنقاشها هناك ملف الإرهاب أنا متأكد أن موريتانيا ستضع ضمن الملفات الأساسية وخاصة أن قبل شهرين كان هناك مؤتمر خاص عن الإرهاب وعن كيفية معالجته في المنطقة وكانت كان مثلاً مؤتمر قمة موريتانيا القيام موريتانيا عليها الأنظار من الناحية الدبلوماسية لها تميز منذ 5 سنوات من الناحية الأمنية لها تميز والحمد لله من ناحية مكانتها اليوم في العالم لها تميز قبل سنة كنا على الاتحاد الأفريقي ناقشت موريتانيا وحاولت علاج بعض من قضايا الأفريقية لم تعالج سابقا إذا نحن أملنا في القمة الكبير وأن تخرج بنتائج مفاجئة للعالم هناك بعض الناس ينظر الشكل وكان مثلا يرى أن موريتانيا لا يمكن أن تستقبل القمة وخاصة في الوقت الضيق الذي
قررنا فيه أننا قبلنا أخذ خمس مقصود. كان الوقت ضيق وكان الكثير من الشعب يخاف من الوقت. قام جهزة مثلا عاصمة مقصود حتى تكون أهلا لما يسمى بالقمة. والقمة بالنسبة لاستضافة العرب بسط عليهم استضافة حتى ولو كانت خيمة مثل ما قلنا جميعا وقالها رئيس الجمهورية. ولكن المهم ماذا سيطرحوا بالقمة وما يستحل بالقمة في عمل الشعب. طبعا البرنامج شرف على الانتهاء، ولكن أريد فقط أن أذكر أخي الشاعر العظيم أن الختام إن شاء الله سيكون عنده، ونتمنى أن يكون بقاف موجه للقمة. وقبل ذلك الشاعر بعد أن يقولنا الشاعر القدس مدرسة يجهز لنا قاف نختم به القمة. هنا أعطي كلمة أخيرة لنقيب المحامي المتين أستاذ شيخ. أنا في كلمتي الأخيرة في الحقيقة أنا أعتبر عن هذه القمة العربية عنها انعقادها موريتانيا عنده ميزة خاصة عن بقية الاجتماعات السابقة. هو دائما الدول اللي تنظم القمة قد يكون الضيوف في حالة حرج من إدارة ملفات معينة لأنها تشكل إحراج للدولة. إحنا اليوم عاطينا مولانا عن منظمين قمة ما هم ملف حرجنا إلى أن طرح يقولوا ضيوفنا ما نقدر نطرحه. الدول الأخرى كانت فيها أمور ما تقدر تنطرح، حد طرحها معناها أنه سائل للضيف اللي جاء. بعض الأحيان يطلبوا لنا وبعض الحالات تنطرح في الكواليس أنها ما تنطرح. بدي أنا أعرف بعض من الاجتماعات الصقاعة اتحاد المحامي العرب بعض من النقاط اللي تنطرح وحاول في الكواليس أنها ما تنطرح اللي تشكله حرجة. فاليوم ما عندنا حرج في حد يشد أخبار الصحافة، ما عندنا حرج في حد يشد أخبار قضية حرية الرأي، ما عندنا أي موضوع في الحقيقة موريتاني اليوم إذا تم طرحه يشكل إحراجا للموريتانيين، وبالتالي السلطة يتحاول أنه ما يطرح له. هذا يجعل موريتاني عن السلطة والشعب على هذا يجعل موريتاني عن كافة القرارات الجريئة أنها تقدر تنقبض فيها به اللي ما فيها شيء في الحقيقة هي نفسها مشكل لحرج. وأنا واهر لي في الختام عن منين يعود القادة العرب لا يعطونا عن الجراءة اللي عدنا القضية الجرافات اللي اخبطنا بها اللي دقدقنا بها السفارة الإسرائيلية يعطونا عنهم يمشوا ورانا في القرارات الجريئة عنا له نأخذ قرارات جريئة وفيها قطعا الذي ينقال طموح اللي ينقال المواطن العربي. كلمة أخيرة للنقيب الصحفي الملتزم أنا بدي نختار نقول عن هاي القمة ما هي قمة معارضة ولا هي قمة موالاة، قمة عربية معدلة موريتانية كاملة. وهذا أرتاح لأن الموريتانيين اليوم كاملين يفهموا ويدخل في عاداتنا قاع وتقاليدنا. منين يجون الخطاب؟ لكن كان من الفراش ينتشى تركد مخاصر اخبار ينقمزوا والله يحجدوا والعاد فمسيت تنذبح ويفر يعدل الخطاب. هذا احنا شي داروا مولانا فينا ويجي عفوي، وبالتالي كرم الضيافه من الامور ايضا اللي الله تسوقوا للعالم العربي. ذيك القرارات اللي قلت ثلاثه يجب على الموريتاني تحرص عليهم، وكلها عندها ذيك مميزات اللي بتقدمهم وبرز ذيك المميزات اللي بتقدم فيهم. وبالتالي اعتقد على ان العرب اللي جاونا واملوا على ان قمه نواكشو هي قمه الامل عاقب الخالق للعالم العربي كامل من تمزق وتشرد. يا الله تعود ذيك قمه الامل تجسد قرارات تجسد ذاك الامل. استاذ محمد مصطفى نقيب الاقدار. شكرا. كلمه اخيره انا حقيقه اتوجه للزعماء العرب بطلب وحيد ووحيد فقط، ان بدل من الاعتماد على التكامل الامني مع الاخرين خارج المنطقه العربيه يجب الانتباه الى ان الامن اللي حقيقي وضامن الاستمراريه هو تكامل الامن العربي وتبادل يعني المعلومات والاعتماد على الجسم العربي او على الاقل المحيط العربي على الاقل في تامين الوطن العربي بصفه عامه، مع بشكل وضوح ايقاف هذا الالم العربي هذه الحروب اللي في بلداننا. أن تكون هناك قرارات شجاعة توقف هذا الألم وهذا النزيف الذي حقيقة ألم قلوب كافة العرب والمسلمين في العالم. أستاذ صفدي طبعا من كلمتي الأخيرة ماني موجهتها للقادة العرب، مخلي القادة يوجهوا لبعضهم إن شاء الله المشاكل ويحلوها والملفات. أنا كلمتي الختامية موجهتها للشباب الموريتاني بشكل عام. في ملاحظة لاحظتها اليوم ويامس خاصة في المواقع الاجتماعية وأن هناك خاصة فيسبوك هناك نوع من الرسائل اللي مثلا تحاول بعض من الكلمات أو الرسائل أو التدمينات
عن تحطيم الحمى او انها مثلا لم تنجح او مثل اليوم مثلا هاي الامطار جات والمناطق تتوسخ والناس تنجح. انا بالنسبه لي راني قدمت مثلا من بعض كموريتانيا وهم كموريتانيين عن موريتانيا يجب ان يعودوا بعيدين عن بعض في كل شيء فكريا سياسيا الا في حب موريتانيا وفي نجاح موريتانيا في اي شيء سواء وخاصه الحمى خاصه لدى انظار جزيره موريتانيا وكلها يجب اتحادنا في نجاح الحمى كموريتانيين ومحبه في هذا البلد. شاعر والاديب عبيد قمتنا 100% لا هي تنجح لمامتنا معناها عندنا كليه نيتنا تنجح قمتنا بهذا العزم وهذا التفاؤل. الشاعر والاديب ما يقدر يعقبوش سالم. ناتي الى ختام حلقه الليله من برنامج جلسه وطنيه. باسمكم مشاهدي الكرام اشكر ضيوفي الاستاذه صفيه بنت حبابه اعلاميه والاستاذ محمد مصطفى نقيب اطباء الاسنان والمهنه الصحيه والاستاذ شيخ الحمدي نقيب المحامي الموريتاني والشاعر والاديب عبيد ونقيب الصحفي الموريتاني احمد سالم الحسن. اشكرهم باسمكم كما اشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم.